يبدو أن الجدل حول فيلم الحارة لم ينتهي في الأردن بعد، فمن وسائل التواصل إلى الشارع وصل الهجوم إلى سدة البرلمان في عمان. النائب الأردني سليمان أبو يحيى هاجم الفيلم زاعما أنه ينتمي لمجموعة من الأفلام التي تسيء لصورة الأردن. النائب الأردني طالب بسحب جنسية بطل الفيلم الفنان منذر رياحنة، مؤكدا أنه أساء للأردنيين والأردن. إلى أن رياحنة لم يسكت عن الأمر ودافع عن الفيلم مؤكدا أنه يحاكي شريحة وفئة مظلومة من الشعب الأردني. طب منذر، ايش رايك في جدل الفيلم وصل الى قبة البرلمان، دعوة لسحب جنسيتك من نائب بتهمة الإساءة للأردن، كيف ترد على هذه الدعوة؟ والله يا صديقتي أظن في عنا أشياء ومهام للنواب كبيرة جدا أكبر من هذا اللي بصير، ولكن بالنسبة لآخر الأشياء اللي صارت رح ننتظر القانون والقضاء الأردني، لأنه أظن صار في لغط كبير يعني، وصار في إساءة بشكل شخصي. طيب خليني يا منذر أروح لأستاذ سالم، هل اليوم كل واحد مش عاجبه شو بيعمل الآخر نطالب بسحب الجنسية؟ يعني لا مطلب قانوني ولا مطلب دستوري، أريد أن أسمع تعليقك أولا. ستي البرلمان الأردني هذا سقف الكلام فيه مرفوع، وزي ما بده الواحد بيحكي بيعبر عن الرأي اللي بيحتاجه، بيعبر عن الفكرة اللي بده يحكي فيها، ما في أي مشكلة بموضوع شو طرح الزميل وشو طلبات الزميل. وإجابة على موضوع إنه خلصت المشاكل كلها بس إحنا ما ضل عنا غير هاي المشكلة، أختي العزيزة، في إحنا عنا بمجلس النواب لجنة اسمها لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، هذه اللجنة تعني وتتابع جميع ما يتعلق بموضوع الإعلام وموضوع الثقافة وموضوع النشر داخل المملكة، وأنا أحد أعضائها، فهذا إشي طبيعي أنه نكون نهتم فيه، وطبيعي أنه متابع منا، وطبيعي نشوف إحنا ما يتم توجيهه لمواطننا ولجميع اللي موجودين بالبلد، فهي من صميم شغلنا ومن عملنا. أحد اللجان الموجودة، كما يوجد لجنة مالية، كما يوجد لجنة سياحية، كما يوجد لجنة نقل، لجنة مرأة، عدة لجان. طب منذر، البعض يقول أنه نقل معاناة الشعب الأردني ليس بالضرورة أن يكون بوضع الشتائم وألفاظ نابية في الفيلم، كيف ترد؟ يعني يعتبر إساءة بحسبهم. إحنا حكينا وشرحنا لأكثر من مرة بأنه إحنا أخذنا شريحة من المجتمع وقدمناها كما هي. الآن بحكي لك بأنه الفن مرآة المجتمع أو شيء واقع أو كذا، هذا الشيء موجود والكل يعترف فيه. يعني أنا آخر تعليق سمعته كثير حلو من بنت بتحكي، طب منذر لو عملنا فيلم رعب وجبنا فيه أشباح رح يطلعوا يحكوا فيش أشباح عنا؟ يعني أنا مش فاهم اللي صار. زائد أنا ما بحبش حد يزاود علي، يعني أظن في حكاية موجودة يعني السيد سالم بيعرف فيها بشكل شخصي بالنسبة للعنف والألفاظ اللي موجودة بجزء من المجتمع، يعني من حقنا إن نعمل سبوت لايت عليها، من حقنا إن نقدمها. هذه البيئة التي ظلمت فأنتجت هكذا أشخاص. زائد أنا بحكي للمرة المليون، هذا الفيلم لا يمثل عاداتنا ولا تقاليدنا ولا كل هاي التفاصيل، هذا بيمثل شريحة من المجتمع. صار عليها كل هذا الظلم، نتيجة هذا الظلم تم وجود هذول الأشخاص. طيب يعني أستاذ سالم، أنا لاحظت في الآونة الأخيرة كل ما يطلع عمل فيلم مسلسل أردني مؤخرا وتخرج الأصوات لا يمثلنا ولا يمثلنا، يعني أريد أن أسمع أين هي هذه المدينة الفاضلة التي لا يوجد فيها أشخاص يتلفظون بعبارات سيئة، يرتكبون أفعالا مسيئة أو ربما حتى جرائم؟ تمام سيدتي، أنا بقول أنا معك ومع الأستاذ منذر بهذا الموضوع، إحنا بنحكي هاي الطبقة موجودة صحيح، أنا لا أنكر وهذه الألفاظ موجودة بالمجتمع لا أنكر، لكن أنا عندي إنكار لشغلة واحدة، الإنكار أربط هذا الاسم بالحارة، لا بعطيه اسم ثاني للفيلم، بعطيه العصابة، بعطيه قصة حياتي، بعطيه الأشرار، بعطيه، طب كيف يعني أنا ربطت اسم الحارة الأردنية بهذه الجزئية من هالناس؟ عرفتي وين المؤاخذة؟ المؤاخذة الفكرة إنه ليش أربطها باسم الحارة؟ على عيني ورأسي. طيب ترد عليه يا منذر؟ وأنا ما بنكرها وبنتعامل فيها. ليش سميتوا الفيلم الحارة يا منذر؟ عشان إحنا بالحارة.